شكرا. دعم شراكة بين أريدو والهلال الأحمر الجزائري، يعني مساهمة أريدو لا تستهان وتأتي مدعمة لمجهودات ولقدرات الهلال الأحمر الجزائري على القيام بمهامه الإنسانية، خاصة في هذه الفترة الصعبة يعني الوضع الصحي بسبب انتشار فيروس كوفيد 19. إن اليوم بإنجازهم نشكرهم بتوزيع تبرعهم للهلال الأحمر في فترة رمضان، شهر رمضان الفضيل. نزلنا خدمة سهلة بوكس، وتعبئة خدمة سهلة بوكس كان من طرف تعبئة 2000 دينار وأكثر، ومن طريق 2000 دينار العميل يتبرع ب50 دينار للهلال الأحمر. وبفضل الله قدرنا نقدم للهلال الأحمر بالتبرعات هذه 27 مليون دينار للهلال الأحمر. فأبدأ أول شيء أني أسلم التشيك لرأسة الهلال الأحمر، جزاك الله خير.